الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو لكم من الله العافية في هذه الأيام، خاصة خلال جائحة الكورونا. أقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى مثال توضيحي عن الانحدار المتعد أو multiple regression، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن اس كي صب بي، الآن هذا الرمز ترمز إلى السعر السوقي لسهم شركة سين صاد عين، شركة ما، لأنه فقط مثال، وترمز بي باي صب سي إلى العائد على السهم، واف تي اس لصب اس إلى عدد الأسهم الحرة ما يسموها floating stocks، واكس بي إلى قيمة صادرات الشركة السنوية. ففي عند الآن المتغير الأول، المتغير الثاني، المتغير الثالث، المتغير الرابع. الآن طبعا هذا المتغير هو التابع، وبقية المتغيرات هي التغيرات مستقلة. هاي الآن البيانات المتاحة، السعر السوقي لسهم هذه الشركة سين صاد عين تبدأ بواحد، 1.2، 1.7، حتى تنتهي إلى 6.7. بالنسبة للأرباع للسهم، يعني الربح أو العائد على السهم، هذه وحدة واحدة أو دينار أو دولار أو ريال أو جنيه استرليني، شو ما كانت وحدات القياس، 1.3، 1.7، حتى ننتهي ب 2.1. عدد الأسهم الحرة floating stocks، هنا طبعا ممكن تكون وحدات القياس بالآلاف، بالمئات، بالملايين، لا نعرف. المهم المبدأ هنا 8، 6.5، 3، 6، 5، وهكذا حتى تنتهي ب0.5. وأخيرا قيمة الصادرات التي قامت بها الشركة خلال الفترة التي درست فيها البيانات، كانت 5 وحدات، يعني يجوز بالملايين، بالدنانير، بالدولارات، الله أعلم، 5، 5.5، 6، 5.1، وهكذا إلى أن أنتهي 14. إذن هذه البيانات المتاحة عن المتغير التابع، وهذه المتغيرات المستقلة، 3 متغيرات مستقلة ومتغير تابع. نتمم، نرغب بتقدير معلومات نموذج خطي متعدد من الشكل الآتي. هذا الآن السعر السوقي للسهم، سهم الشركة سين صاد عين، تساوي دالة خطية A زائد B1 في الباي اللي هو الربح على السهم الواحد أو العائد على السهم، زائد B2 في عدد الأسهم الحرة الفلوتينج، زائد B3 في قيمة الصادرات التي تقوم بها الشركة. الخطوة الأولى اللي هو تحديد متجه المتغير التابع، وهو SK sub P. هذا الآن هذا هو البيانات التي نحتاجها، ونرمز لهذا المتجه الفكتور بواي، وبالتالي واي تساوي 1.2، 1.7، 1، وهكذا حتى ننتهي ب 6.7. إذن هذه الآن المعلومات المتاحة الآن عن المتغير التابع، وهو سعر السعر السوق للسهم. نتابع الآن. الخطوة الثانية تحديد مصفوفة المتغيرات المستقلة اكس بما فيها نقطة التقاطع انترسب كما يأتي. هاي الآن عندي البيانات ثانية مرة، لكن اكس هو عبارة، نضع الآن 1، 1، 1 بعدد بحجم العين، يعني عندي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وهو حجم العين. نضع هذا حتى نأخذ بين الاعتبار حساب ما يسمى بنقطة التقاطع أو the intercept. وهنا الآن في الأعمد الثاني، إذا العمود الأول هو عبارة عن وحدات، أحد، 1، 1، 1 للأخير. الأعمد الثانية اللي هي يعني الثلاث الأخيرة، الآن نضع هذا العمود هو عبارة عن أرباح على الربح على السهم، هذه هو تكرر هنا. والآن الفلوتينج العمود الثاني هو الفلوتينج أو عدد الأسهم الحرة، هذه تكرر هنا. وأخيرا قيمة الصادرات تكرر هنا. هذا الماتريكس أو هذه المصفوفة بنسميها أكس. إحنا نتابع خطوة الثالثة، ترتيب منقول مصفوفة المتغيرات المستقلة اللي أكس ترانسبوز أو منقول مصفوفة كما يأتي. هذا الآن أكس، الآن أكس ترانسبوز هو عبارة عن الصف، الآن يصبح عمودا، فهذا العمود يصبح الصف هذا، وهذا العمود يصبح الصف هذا، وهذا العمود يصبح الصف قبل الأخير، وأخيرا آخر عمود يصبح الصف الأخير، أو ربما الصف الأول يصبح العمود الأول، الصف الثاني يصبح العمود الثاني، وهكذا. فالآن عندي أكس هو عبارة عن
عشرة صفوف في أربعة أعمدة، هون الآن عشرة أعمدة في أربع صفوف، يعني كأنه وضعنا، يعني ليس كأنه، يقينا وضعنا الآن الصفوف مكان الأعمدة، وحتى يتم الحصول على هذا الشكل. نتابع الآن الخطوة الرابعة، حساب X transpose X. نضرب الآن X اللي هو المنقول X مضروب في X الأصلية، هذا منقول X وهي X الأصلية، إذن الآن يساوي بالحالة هذه. الآن لاحظوا لي هنا عشرة هي عبارة عن حجم العينة، لأنه هذا الصف في هذا العمود بيعطيني هذه القيمة، هذا الصف في هذا العمود بيعطيني مجموع المتغير المستقل الأول وهو 14.3 بالعشرة، هذا الصف في العمود الثاني بيعطيني مجموع المتغير الثاني 39.0 بالعشرة، وهذا الصف في آخر عمود بيعطيني مجموع حاصل جمع، يعني المتغير الأخير. فمنلاحظ الآن ما يسمى بالتماثل أو السيمتري، هذه القيمة تساوي هذه القيمة، هذه القيمة تساوي هذه القيمة، هذه القيمة تساوي هذه القيمة. لاحظوا الآن هذه القيمة تساوي هذه القيمة، وهذه القيمة تساوي هذه القيمة، وأخيرا هذه القيمة تساوي هذه القيمة. والبرنسبل دايجنال أو ما يسمى بالقطر الرئيسي هو جاي بالضبط بالمنتصف. فإذا هذا هو X transpose X أو ما يسمى منقول X مضروب في X. نتابع الآن الخطوة الخامسة، حساب المصفوفة المعكوسة X transpose X all inverse أو معكوس المصفوفة X transpose X، وهي كما يلي. هاي حسبناها على طبعا برنامج الإكسل، لأنه تأخذ وقت طويل لو بدنا نحسبها هنا، لكن استعنا ببرنامج الإكسل حتى نضع هنا. وبالتالي لاحظوا لي كذلك الأمر، المصفوفة المعكوسة تتميز بأن القطر الرئيسي كله موجب، لأنه عبارة عن مربعات وأشياء مضروب بعض البعض، لا يمكن أن تكون سالبة، لكن هما هنا يمكن أن تكون موجبة أو سالبة، لكنها تتميز بأنها متماثلة. لاحظوا هاي القيمة متماثلة مع هذه، هذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، هذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، وهذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، وهكذا البقية، فقط القطر الرئيسي الذي يختلف. نكمل الخطوة السادسة، حساب المتجه X transpose Y، يعني منقول X مضروب في المتجه Y، هذه قيمته. أرجو أحبة الطلبة أن تعودوا إلى بداية المقطع حتى تأكدوا بأن هذا الآن X transpose Y أو ما يسمى منقول X مضروب في Y سنحتاجه في حساب متجه المعلومات المقدرة. نتابع الآن خطوة السابعة، حساب متجه المعلومات المقدرة كما ذكرت كما يأتي. الآن بيتا هات تساوي X transpose X all inverse، يعني معكوس المصفوفة X transpose X مضروب في X transpose Y اللي هو منقول المصفوفة X مضروب في Y اللي هو متجه المتغير التابع، أي ضرب المصفوفة. الآن هذه المصفوفة بهذه المصفوفة تكون النتيجة الآن كما يلي، X transpose X all inverse كما ذكرناها قبل قليل، وهذه X transpose Y ذكرناها قبل قليل، فبتكون النتيجة النهائية بأن بيتا متجه بيتا المقدر يساوي X transpose X all inverse في X transpose Y، معني ضرب هذا المتجه بهذا، عفوا هذه المصفوفة بهذا المتجه، بعطينا بالحالة هاي النتيجة الآتية كما يلي، أي أن الآن هذه النتيجة النهائية بتكون بيتا هذا المتجه بعطيني هذا A hat المقدرة، هاي B الأولانية، B1 المقدرة، B الثانية المقدرة، B الثالثة المقدرة، وبالتالي بتكون دالة المعلومات أو خلونا الدالة بعد تقدير معلوماتها هي كما يلي. لاحظوا لي سالب 3.832 زائد فاصلة 826 في باي، هاي طبعا نقطة التقاطع هنا، هاي في العائد على السهم الواحد، زائد فاصلة 118 في عدد الأسهم الحرة، وعندي آخر إشي فاصلة 605 في قيمة الصادرات التي تقوم بها الشركة. هذه النتيجة النهائية، قمت بتجربة، يعني طبعا حليناها يدويا على إكسل صحيح، لكن كل خطوة بخطوتها، فقمت ب الاستعانة ببرنامج الإكسل على اللي هو برنامج الريجريشن، يعني داتا أناليسيس أو ما يسمى تحليل البيانات بواسطة الريجريشن حتى أتأكد من إنه الحل صحيح. فكانت النتيجة كما يلي، النتيجة بواسطة الحاسوب هذه بالضبط
كانت المقادير كما ذكرناها قبل قليل، انترسبت سالب 3.82718، بي 1 المقدرة تساوي 0.82801، بي الثانية المقدرة تساوي 0.117206، وأخيرا بي 3 المقدرة تساوي 0.646465. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة العظمى لكم أحبتي الطلبة حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.